في مشروع محافظة المستثمر خالص زيداد. أطلقنا وأعلننا رسميا عن إطلاق المجلس الأعلى لشباب منتديات ولائية، والبداية ستكون إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته من هنا من مدينة الجلفة عبر منتدى شباب ولاية الجلفة، والذي سيضم بإذن الله تعالى أزيد من 100,000 شاب جلفاوي. سنشكل فرصة بإذن الله تعالى لتجميع الكفاءات والقدرات مختلف شرائح شبانية لتدارس محورين أساسيين. المحور الأول هو محور القناعات الوطنية التي نتشاركها نحن كشباب جزائري، لا سيما اليوم في ظل الجزائر الجديدة والديناميكية الكبيرة التي تشهدها الوطن العزيز. المحور الثاني وهي المهارات التي يجب أن نلتفت لها كشباب جزائري حتى نعززها.